الله الله بالعرف يا عبيدي الله الله خلها بجفن عينك وخل تحرسها لهداب تدري اختنا معودة على العز والحجاب خلها بجفن. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ارفعوا أصواتكم بالصلاة علي فإنها تذهب بالنفاق. اللهم صل. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى أبد الآبدين. فاز والله من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا يا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. رسول حسينين ونعم الرسول. صلى الله عليك يا مسلم ابن عقيل. رسول حسين ونعم الرسول إليهم من العترة الصالحة بكت كدمايا يا ابن عم الحسين مدامع شيعتك السافحة يا لأنك لم ترو من شربة ثناياك فيها غدت طائحة يا فيا ابن عقيلين فدتك النفوس لعظم رزيتك الفادحة يا رموك من القصر إذ أوثقوك. أيوا سيدا أيوا مسلما أيوا شهيدا رموك يا من القصر إذ أوثقوك يا فما سلمت فيك من جاء يا ريح وسحب تجر بأسواقهم ألست أميرهم البايا يا ريح المقدر قضى وشاعت أخبار ورماه القام من قصره الإمارة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. آمنا بالله. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله لرجل في جوفه من قلبين.
صدق الله العلي العظيم. سئل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عن هذه الآية: ما جعل الله لرجل في جوفه من قلبين، قال: أي ما جعل الله عز وجل لرجل من حبين، حبنا وحب أعدائنا. بالمنطق يقولون النقيضان لا يجتمعان، فما جعل الله عز وجل من قلبين يعني من حبين، حبنا وحب أعدائنا، هذا ما يصير. زين، ثم قال: من أراد أن يعرف ذلك فليمتحن قلبه. اللي يريد يعرف هو صدق يوالينا ويحبنا يمتحن قلبه، إذا يعني وجد في قلبه مودة أو محبة ولو بمقدار مثقال ذرة لأعدائنا فإن هذا كاذب في حبه. هاي علامة الكذب، يعني ما يصير يا يحبنا 100% ويبغض أعدائنا شنو 100%، ماكو نص ونص ولا مثقال ذرة أبدا. في حديث، مضمون الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يعني تكبر. واحد سمع قال: هلكنا هلكنا يا ابن رسول الله، أحدنا يرتدي الثوب الجيد أو يركب المركب الفاره يأخذه الزهو والكبر، هذا شيء معروف، يعني منه معصوم؟ قال: لا، ليس حيث ذهبت، هذا اللي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أي مثقال ذرة من بغض علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا الكبر اللي مثقال الذرة يؤثر ولا ينفع، يقول والله أنا 99% وتسعة بالعشرة أحب أهل البيت عليهم السلام، ما يفيدك هذا الواحد بالمليون بالتريليون، ماكو يعني مش قد تقول النسبة، لازم ما تحب أعداء أهل البيت عليهم السلام. ولذلك جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال: يا أمير المؤمنين، إني أحبك وأحب فلان، ذكر واحد من أعدائه. إش قال الإمام؟ قال له: أنت رجل أعور، إما أن تعمى أو تبصر. شوف يعني التعبير، التشبيه إش قد لطيف. قال له: أنت أعور، زين، لا أنت أعمى ولا أنت مبصر، زين، فإما أن تعمى زين وتحب ذاك وتبغضني، وإما أن تبصر تبغض ذاك، ما عندنا نص ونص. ولذلك يقول الإمام الرضا عليه السلام: كمال الدين ولايتنا والبراء من عدونا. كمال الدين، زين، هذا ما بي مجاملة. ليش؟ لأن يوم القيامة ما كلون رمادي، يا أسود يا أبيض، يا جنة يا شنو يا نار، لا ثالث لهما. يجي واحد يعني مثلا يقول لا وديمقراطية وحرية وهالمسميات، ما أريد أسمي بعض المسميات أنت تعرفها، زين، ما قعدنا هاي الشعارات والخطابات، خليها تفيدك، هاي خليها تفيدك، زين، يا حق يا باطل، ليست هناك منطقة وسطى بين الجنة والنار، زين، كما بعض الناس الآن في هذا الزمان وفي كل زمان، لا كذا وما أعرف إيش، المهم زين، يترضون على من قتل أمير المؤمنين عليه السلام، يترضون على من قتل فاطمة الزهراء عليها السلام، زين، تحت باب حجة الوحدة الإسلامية وما أعرف إيش من هالكلمات هاي، زين، ما عدنا. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعب، آخر السورة: لكم دينكم ولي دين. احنا في الحياة الدنيا مع المسلمين ومع غير المسلمين، كله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، زين، المسلم من سلم الناس من يده ولسانه، لكن أتنازل عن عقيدتي
عن مبادئي. زين، وغيرها من هاي القضايا تحت حجج واهية وأغلبها دنيوية ما مقبولة. ما مقبولة نشترك في الإسلام زين جميعا، لكن نختلف في المنهج. اعرف الحق واعرف شنو، واعرف أهله. لازم أوالي من والوا وأعادي من عادوا، هذا لازم يكون الأساس. زين، المهم، فالإمام سلام الله عليه هكذا يقول لهم. زياد الأسود من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، شوف هاي الرواية اللطيفة الرائعة، يقول له: يا ابن رسول الله، إني ألم بالذنوب فأذكرها أو أتذكرها فأخاف الهلكة. المؤمن ما ينسى ذنبه، عندنا روايات المؤمن الحقيقي ولو بعد 20 سنة يذكر ذنبه، أما الكافر والمنافق لا، من ساعته ينسى ذنبه. زين، ليش المؤمن ما ينسى ذنبه؟ حتى يبقى وجلا خائفا. زين، لا يأمن مكر الله عز وجل. فيقول له: يا ابن رسول الله، إني ألم بالذنوب أتذكرها فأخاف الهلكة، ولكني أتذكر حبكم يا أهل البيت فأرجو النجاة. الإمام الصادق عليه السلام إيش قال له؟ شوف هاي العبارة، قال: وهل الدين إلا الحب؟ انتبه لهاي العبارة، وهل الدين، أساس الإسلام حبنا أهل البيت، أساس الدين. هذا اللي للأسف كثير من الناس، اي شنو ما يفيدك حب أهل البيت، اخرس البعيد، شنو ما يفيدك حب أهل البيت، يفيد رغما على أنفك أيها البعيد. أساس الإسلام حبنا أهل البيت. وهل الدين إلا الحب؟ شوف هاي وهل وإلا تفيد الحصر. زين، تفيد وإلا الدين الحب جملة مفيدة، لا، وهل وإلا تريد تفيد التأكيد والحصر والتقييد. وهل الدين إلا الحب؟ ثم ماذا قال الإمام عليه السلام؟ قال الله تعالى: حبب إليكم الإيمان. شوف، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، ويقول في آية أخرى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. شوف المحبة، شوف المحبة اللي مذكورة في القرآن، وبحثنا يدور حول المحبة. أنا أعطيك مختصرات، وإلا لو أردنا أن نتحدث نحتاج إلى أيام وليالي. زين، شوف أثر المحبة. وهل الدين إلا الحب؟ بالمناسبة أكو فد لفظة الآن تستخدم، وهي لفظة لا يقبل بها أهل البيت عليهم السلام، ولا تشابه الحب، وليست هي من مرادفات أو معاني الحب. كلمة للأسف متداولة في هذا الزمان، كلمة العشق. زين، تشوف الآن الأنترنت وغير الأنترنت، مواكب راح تمشون بين نجف وكربلة، وأنا أغلبهم منبههم، إيش كاتبين؟ موكب عشاق كذا، أنا ما أحب ألفظها لأن يصير يعني على رأيي ورأي أغلب علماء الشيعة كفرة، يصير فشار، فشار يعني إهانة للإمام عليه السلام. أنتوا آباءنا تذكرون يعني، وإخواننا الكبار، هاي اللفظة كانت مستخدمة؟ ما كانت. خدام، موكب خدام الحسين عليه السلام، أنصار الحسين عليه السلام، أحباب الحسين عليه السلام، هاي مين جتنا؟ سمعت تتحدث عنها طويلا. فسئل الإمام الصادق عليه السلام عن العشق، قال: قلوب خلت من حب أو ذكر الله فابتلاها الله بحب غيره. قلوب خلت. زين، ما عندنا عشق، عندنا حب. وهل الدين إلا شنو؟ أنا أسألك سؤال، ما أريد أطيل يعني، الحديث والأدلة كثيرة، لكن أسألك سؤال: يصير بنية بنت تقلل أبوها أعشقك؟ ها؟
شو تقول يعني سائغة هاي؟ تقل لأخوها عشقك؟ زين؟ يصير مثلا أم تقل لابنها عشقك؟ زين؟ شوف ما حد يقبلها. لو تجي للطبيعة، ما قلت لك يدسون السم في العسل. شلون تشوف الآن تدخل بالإنترنت بنات صغار بعدهن استغفر الله عاشقة الإمام الفلاني أو الزهراء عليها السلام أو كذا، ما تستحين. حقهن أغلبهن جاهلات، أغلب الناس جهلة، وخصوصا إذا كان سبب هذا الجهل اقتداء ببعض أهل العلم. مو شي يقول القاعدة، عندنا قاعدة بالفقه هي ليست بحديث، قريبة لحديث، زلة العالم زلة العالم. زين، خطأ المرجع أو خطأ العالم الكبير زين يؤدي إلى خطأ شنو؟ خطأ آلاف من الناس. ولذلك مو هينة مسؤولية العالم أو المرجع زين إذا أخطأ، مو هينة. رؤية الشيخ المفيد قدس سره في الرؤيا واقف أمام أمير المؤمنين عليه السلام يحاسبه على كل فتوى فتاها، وهو واقف يرفع قدما وينزل أخرى، يرفع قدما وينزل أخرى، مو بالهين. وتدري أنت يعني لازم تهتم بهذا الموضوع جيدا. الحديث الوارد كثير منكم ما يعلم بقية الحديث زين في اتباع العلماء في زمن الغيبة، أي عالم أتبعه وكيف أفحص وما هي المدة؟ من كان صائنا لنفسه مخالفا لهواه متبعا لأمر مطيعا لأمر مولاه فعلى العوام أن يقلدوه. كمل الحديث، الحديث إلى تكملة، كثير من الناس ما سامعيها. وبعض فقهاء شيعتنا من يكون هكذا، شوف بعض الإمام يقول مو أني، بعض فقهاء شيعتنا، مو مشكلة الاجتهاد، يجي يدرس بالحوزة ويوصل للاجتهاد، لكن أكو أهم من درجة الاجتهاد، العدالة، الورع، التقوى. زين، هاي همات تكون تعرف طرقها وشلون تختبره وشلون تعرفه، مو والله يقولون، يقولون ليلى في العراق مريضا زين، ولا أو لابس عمامة أو ناس تقلده أو شوف حجيه، يكون عندك حظ من العلم من المعرفة للتمييز. لازم تقرأ عن العدالة وتعرف العدالة وما هي وتفصيلات العدالة. هو أنا الخلق محتار بشغله ومعم، بلي خلي يصير لك خرق، فرغ نفسك من شغلك ومن عملك، هاي يا جنة يا نار. امرأة تريد تتزوجها الآن، ايش قد تسأل عليها؟ شهر شهرين ثلاثة عشرة أكثر، أقول لك يا بليش، تقول لي هاي زوجة حياة أولاد، زوجة طلعت مو زين اطلقها. الفقيه إذا طلع مو زين شو تسوي له؟ ارجعوني لعلي أعمل صالحا، والله ما لي خلق، ما بي حيل أروح أنا وأسافر. هاي قالها الشيخ الأوحد قدس سره في بحث ذكرته، بحث فقهي موجود عندنا مطبوع، ذكر في قضية من قضايا الاجتهاد وصفات المجتهد والرد على الأخبارية. الأخبارية من الفرقة المحقة، مؤمنين اثنا عشرية من الفرقة الناجية، ولكن منهجهم الفقهي يختلف عن الأصوليين. والشيخ على الله مقامه هو أصولي، هذا كثير من الناس ما يعرفها، يظن أنه أخباري. هاي واحدة من الافتراءات والتهم على الشيخ، يوم القيامة يحاسبون عليها، لأن غيبة وبهتانها تستلزم محرمات كثيرة. ذكر قال في قضية تقليد الإخباريين للشيخ الطوسي والشيخ يعني للميت، يقول لأنهم يستسهلون ذلك، فشراء كتاب بدينار والعمل به أسهل من السفر والبحث عن الفقيه العادل والمرجع الذي جامع للشرائط. يقول لك أنا استسهلها، أخذ رسالة عملية للشيخ الطوسي، للشيخ مثلا المفيد، لأي واحد من علماء الطائفة، وأقلده وأخلص من هاي. يقول لي أن الإنسان بطبعه ما يحب شنو التعب، يريد فد شيء دائما للسهولة. مو ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
المهم هاي اللفظة دخيلة علينا وهي غير صحيحة. زين، وهل الدين إلا الحب؟ إمامك الحسن المجتبى عليه السلام ماذا يقول في هذه الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. قلنا حسنا هذا شنو باللغة العربية؟ مفعول مطلق، يطهركم شنو؟ تطهيرا. قلنا شنو المفعول المطلق؟ يعني لا حدود له. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، يعني حاسبة تشتغل تسجل لك حسنات بلا توقف. شنو هاي الحسنة اللي حسنة؟ ما قال حسنات، قال حسنة أفردها. ما هذه الحسنة التي من اقترفها تسجل له حسنات بلا توقف؟ يقول إمامك الحسن المجتبى عليه السلام، الحسنة هي مودتنا أهل البيت. بعد شفت مولانا شنو الله عز وجل أنعم علينا بأعظم نعمة؟ شنو أعظم نعمة؟ ها؟ الكهرباء، الماء، الفلوس، الأولاد، البيوت، القصور، المدري شنو؟ ها؟ هاي مو نعم أخواني، هاي مو نعم. أنت لازم تفرح بأعظم نعمة أنعمها الله عز وجل عليك، أن هداك إلى محبة وولاية محمد وآل محمد. واحد سمع الإمام الصادق عليه السلام يدعو: اللهم أدخلني الجنة. من المؤمنين من الشيعة قال: لا اسكت، لا تقل هكذا، أنتم في الجنة، الجنة ولايتنا، ولكن ادعو الله عز وجل ألا يخرجك منها. زين، لا تقول اللهم أدخلني الجنة، أنت بالجنة ما دام تحب أهل البيت عليهم السلام، لكن ادعو الله ألا يخرجك منها. اللهم لا تخرجنا من ولاية ومحبة محمد وآل محمد. اللهم صل. زين، هذا حبنا لأهل البيت عليهم السلام. إذا كان حبنا لأهل البيت عليهم السلام هيك منزلت عند الله عز وجل وهيك ثوابه، ولا يعد ولا يحصى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. زين، إذا محبة أهل البيت عليهم السلام إلى واحد من المؤمنين هاي شقد وزنها؟ إذا محبة المؤمن لأهل البيت لا حدود لها، إذا أهل البيت عليهم السلام أحبوا أحدا، ها؟ هل تجد أكو نسبة؟ هنا ما يمكن أن تحصى، هاي لا يمكن أن تحصى. من هذا أذكر هاي الرواية اللي ذكرها الشيخ الصدوق على الله مقامه، هو ذكر روايتين لكن أنا أخذ واحدة، ذكر في كتابه الخصال، أتخطر في الأمالي، في علل الشرائع، خوش كتب اقرؤوها أخواني. ذكر رواية، الرواية عن ابن عباس رضوان الله تعالى عليه، قال علي بن أبي طالب عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، إنك لتحب عقيلة. قال: نعم، إني لأحبه حبين. به به به، ما شاء الله، مثل ما يقولون هم مو حب واحد. زين، احنا حب مؤمن لأهل البيت ايش قد وزنه، حب أهل البيت للمؤمن لا يمكن أن يعد ويحصى، لا يحصيه إلا الله ومحمد وآل محمد. اللهم صل. النوب يحب عقيل حبين، تفضل. زين، إني لأحبه حبين، حبا له وحبا لحب أبي طالب له. حبا له، ليش تحبه يا رسول الله؟ مؤمن موالي، مؤمن وموالي. زين، والله ينتقم من كل إنسان، زين، يسيء إلى عقيل ابن أبي طالب. زين، مهما كان عقيل ابن أبي طالب كان مؤمنا كأبي طالب، هو والعباس كانا في المدينة المنورة كما تشير إلى ذلك الروايات، في مكة عفوا
كانا يكتمان إيمانهما وأخرجا في بدر مكرهين. زين، بل في بعض الروايات كان عقيل والعباس بن عبد المطلب يبعثان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بما تدبر قريش له من مكائد. زين، هذا الرجل ايش قد مظلوم. أنا كنت ألوم الخطباء، ألوم الخطباء وبعض المؤمنين من حادثة. الحادثة ما هي؟ الحادثة كلكم سامعيها، لكن المشكلة كما قلت بالأمس القريب، هالزيادة اللي بعضهم يزود ويأول تأويل باطل، يترك تأويل الحق يروح التأويل الباطل، يروح يترك الظن الحسن يروح للظن السيء. مذكرتلكم حديث أخية: لا تخمشي علي خدا ولا تخمشي علي خدا ولا تشقي علي جيبة. بعضهم جاب لها زيادات: ولا تضربي علي رأسا، ولا تفعلي كذا وكذا. من هاي الزيادات جبتها؟ من عنده يزود؟ يا ويلي يوم القيامة، يا ويل. واحد اجى للإمام الصادق عليه السلام، الإمام علمه دعاء، قال في زمن الغيبة: قل يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. هذا ايش قال له؟ قال له: يا ابن رسول الله، أنا أقول يا مقلب القلوب والشنو والأبصار. قال له: إيش لا تزود، قل كما شنو كما أقول. هذا دعاء ما بي والأبصار، غير دعاء بي والأبصار. هذا دعاء زمن الغيبة ما بي، أنت شنو تزود؟ ما بيها شيء. سيدنا مشي مشي مشي، ماكو مشي. دعاء الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، كثير من المؤمنين يزودون بي بالأخير: برحمتك يا أرحم الراحمين. روح طلع للدعاء، مينكو برحمتك يا أرحم الراحمين؟ زين، سيقول بعضهم ما بيها شيء. عندك ما بيها شيء، عند الأئمة بيها أشياء. زين، اترك الزيادة، ادعو بالمأثور بدون زيادة. نقطة إذا زودت، حرف إذا زودت، ما تحصل ثواب، ما تحصل ثواب. يا بأني جاهل ما أدري ما متعمد. بلي، لو متعمد تصير كذاب، وإذا في شهر رمضان صيامك شنو؟ باطل يصير إذا متعمد. هذا كلامنا، أنت ما متعمد يبطل الثواب، ما تحصل ولا حسنة، لأنك ما دعوت بالمأثور وإنما جئت بزيادة. يابا هم نرجع، كثير من الناس اشرح له هيجي وهم رجع وقال: مو أنا ما متعمد. بلي، لو كنت متعمد تكفر بالله عز وجل، تكون كذاب على الإمام. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. أي مثل أحد العلماء سألوه، قال له: لا يصير الصلاة أمام قبر المعصوم عليه السلام؟ قال: لا، ما يصير، باطلة، صلاة باطلة. قال: مولانا، أكو بعض العلماء يقول لا تكون باطلة إلا إذا قصد الإهانة. قال: مولانا، إذا قصد الإهانة وجب قتله. هذا إذا قصد الإهانة مو صلاة باطلة، هذا يهين الإمام، يهين النبي صلى الله عليه وآله. إذا تعمد وقصد الإهانة شنو صلاة بعد؟ شنو صلاة؟ بل هذا مو قاصد الإهانة، جاهل، صلاته باطلة، عليه الإعادة، إثم ما عليه. إذا كان عالما متعمدا هذا يقتل، هذا مرتد، هذا كافر. هذا كل من يسب مو لما سمع ابن عباس يسبون أمير المؤمنين عليه السلام، إيش قال لهم؟ من منكم الساب لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ قالوا: من يسب رسول الله؟ قال: لا، من منكم الساب لله عز وجل؟ قالوا: عجيب أمرك يا ابن عباس، ومن منا يسب الله؟ قال: والله لقد سمعت حبيبي محمد، اللهم صل على محمد، يقول لعلي عليه السلام: يا علي، من سبك فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله عز وجل. شنو هالتهاون بالأحكام الشرعية والعقائدية؟ ما هذا الجهل عند الناس؟ هذا كله بسبب يجيك بالشارع سيسمع هذا الكلام وقال لك: والله أنا ما سامعه. إيه، وينك وما سامعه؟ وينك أنت؟ تحضر مجالس، تحضر صلاة جماعة،
تقرأ كتب علمية زين، من الصبح لليل يا قال الفيسبوك حكت برشلونة، قال ريال مدريد، قال مدري شنو، اليوم خوش قنافة، اليوم خوش قيمة، اليوم خوش، مو هذا احنا المحتارين به؟ لكن خلينا نسمع فد حكاية جديدة أول مرة أنا أسمعها زين، أول مرة، على أساس هو العلامة الحلي كل شيء يفتهم زين، أول مرة يسمعها، والله هاي موجودة عند بعض الناس هو يهين نفسه ولا يشعر، هاي أول مرة أسمع، إيش تعرف أنت حتى هاي أول مرة تسمعها، إيش تعرف أنت؟ أحد المؤمنين يروي لي هاي الحادثة عن ميرزا حسن قدس الله نفسه زين، لذكره صلوا على محمد وآل محمد، يقول ذكر فد رواية ميرزا قدس الله نفسه ميرزا حسن الحقاقي، ذكر رواية اي، فقلت له مولاي أنا هاي أول مرة أسمعها، قال له وانتش سامع حتى هاي أول مرة تسمعها زين، وانتش تعرف زين، اي بل يكلم الناس على قدر أقولهم، لكن رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، قول مثلا اي والله هاي خوش معلومة، أنا مقصر، أنا جاهل، والله أول مرة هاي أسمعها، ما وتصوجكم الخطباء والعلماء، هذا من الجهل، هذا من السفاهة، يسكت واحد أحسن له، لكن إذا أراد الله بعبد خزيا أجرى فضيحته على لسانه، لا أقل اعترف، قول أنا مقصر حتى الله يشملك برحمته، لا أنا ما مقصر، هم العلماء ما يعلمونه، هم الخطباء على أساس هو ما شاء الله حاضر مجالس العلم وحاضر الصلوات كلها ويقرأ الكتب، هاي مفاتيح الجنان والرسالة العملية احنا من نقرأها، وإن وجدت بالبيوت من يقرأها؟ طيب نرجع، إني لأحبه شنو؟ حبين، حبا له، ليش؟ لأنه مؤمن بل في قمة الإيمان، وما يذكره، مررنا بالقصة، وما يذكره الخطباء في قضية ذكر ورع أمير المؤمنين عليه السلام والزيادات اللي ذكروها، والله إجا قال له شو اسمه، طيني من بيت المال، طيني من الحرام، فضل الله فاك إي والله الذي تقول هكذا زين، قال له طيني من الحرام، يا حرام شنو، من هالكلمات هاي تجيب هالزيادات، الدور الإمام علي عليه السلام جاب له الشمعة لو الحديدة وشواه، شواه يقول العقيل، مو قربها منه، وإنما شوف الزيادات، شوف الزيادات، يجيب ورع الإمام علي عليه السلام يهين عقيل ابن أبي طالب، وما أدراك هذه الرواية، هل هي صحيحة؟ تعال بالرواية بالناس، ماذا كان يقصد عقيل؟ والإمام عليه السلام ما كان يقصد عقيل المال الحرام، حاشا وكلا، صاموا فطر على جرية زين، بل بالعكس، ربما يقول بعض العلماء الأذكياء هو أراد تعجيل العطاء، يعني انطيني راتبي من بيت المال قبل بقية شنو المسلمين، هذا ما يصير في حق الإمام علي عليه السلام، الإمام علي عليه السلام ما عنده يقدم هذا أخوه هذا ابنه هذا كذا، يوزع في يوم شنو واحد على كل المسلمين شنو الحاضرين، بل يؤخر أقربائه يؤخر أصدقائه، لئلا ماذا يتهم بالمجاملة ويتهم بالمحسوبية كما حال أغلب الناس عندما يترأسون زين، فهل لي قال لأنه لو فعل الإمام عليه السلام وقدم عقيل لاستحق حاشاه أمير المؤمنين لاستحق النار، لأن هذا من يعتبر في شأنه من أكبر الكبائر، أي مثل معاصي الأنبياء زين، وإن لم يفعل حراما ولكن في شأنه يعد معصية وحرام بهذا المعنى زين، لا أن عقيل طلب مال حرام طين من المال الحرام، ولا أن الإمام جاءه بالشمعة أو بالحديدة فكواه، ما هذا الكلام وهذه الزيادة، وهذا الحديث حاكم على كل الروايات، إني لأحبه حبين، حبا له لأن مؤمن، وما قيده النبي صلى الله عليه وآله، أكو روايات عندنا مثل شعراء غيرهم يقل ما زلت معنا أو ما دمت مادحنا فأنت مؤيد، شوف يقيدها بشرط، هنا ما اشترط بعد، وحبا لحب أبي طالب له، من أبو طالب؟ ها؟ آخر الأوصياء أبو طالب، آخر الأوصياء اللي دفع المواريث مواريث النبوة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
إني لأحبه حبين، حبا له وحبا لحب أبي طالب له. يقول الراوي ثم قال: وإن ولده لمقتول في حب ولدك الحسين يا مسلم بن عقيل. ثم بكى النبي صلى الله عليه وآله فقال: فتدمع عليه عيون المؤمنين وتصلي عليه الملائكة المقربون. يقول الراوي بكى النبي صلى الله عليه وآله حتى سالت الدموع على كريمته الشريفة وعلى صدره، ورفع يديه إلى السماء قال: اللهم إني أشكو إليك ما يلقى أهل بيتي من بعدي. ماذا لاقى مسلم بن عقيل؟ ها، خذلوه بأبي وأمي، بالأمس بايعوه آلاف مؤلفة، وإذا قد احتوشوه من كل جانب ومكان، فرقة تضربه بالسيوف، أخرى تطعنه بالرماح، فرقة ترميه بالنبال، وما اكتفوا بكل هذا، وإنما أخذوا يشعلون النيران في أطنان القصب ويرمونها عليه. مع ذلك هو يقاتل بأبي وأمي إلى أن خارت قواه، عرضوا عليه الأمان، قال: وأي أمان لكم أيها الغدر الفجر. ظل يقاتل بأبي وأمي، أعادوا عليه الأمان. قال له بعضهم: يا مسلم لا تقتل نفسك، لك الأمان، أسلم أمره إلى الله عز وجل. جيء له ببغلة حملوه عليها، عندها هجموا عليه، جردوا سيفه منه، دمعت عيناه، بكى في هذا الموقف، بكى بأبي وأمي. سأله بعض من حضر: يا مسلم، إن من يطلب مثل ما تطلب لا يبكي، يعني أنت تطلب الجنة فمما بكاؤك؟ قال: والله ما أبكي على نفسي، ولكن أبكي على أهل المقبلين نحوي، أبكي على الحسين وأهل بيتي. حملوه إلى قصر الإمارة، أمر ابن زياد بأن تضرب عنقه، صعدوا به إلى أعلى القصر وهو يهلل الله ويكبره، إلى أن وصلوا به إلى السطح، ضربه اللعين ضربة ما مضت به، عالجه في الثانية فقطع رأسه عن جسدي. رحم الله المنادي: أيوا سيدا، أيوا شهيدا، ياه والله طرفا، ياه مسلم من وقع والسيف طرفا، ياه على حسين أبو اليم يدير طرفا، ياه ينظر يمنته ويزرع طرفا، وينادي: لا تجي يا ابن الزكي، اي اي اي، وينادي: لا تجي يا ابني، اي 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 الزكي، اي اي. ومن هوان الدنيا على الله ان يسحبوا مسلم ابن عقيل، شدوه بالحبال هو وهانئ ابن عروة، واخذوا يسحبوه في ازقة الكوفة. يقول الراوي: المعزات حميدة بنته هذه اليتيمة، لما وصل الخبر إلى الإمام الحسين عليه السلام قال: وعليك السلام يا مسلم، لقد مضيت إلى روح وريحان. ثم قال لأخته زينب: أخي علي بحميدة ابنة مسلم بن عقيل. جاءته بحميدة، أخذ يمسح على رأسها، استشعرت هذه اليتيمة، قالت: يا عم ما لك تصنع بي كما يصنع باليتامى؟ هل قتل أبي مسلم؟ قال: بني أنا أبوك، بناتي أخواتك. قالت: يا عايم أنت خير ما يين على الأرض، ولكن ما أجمل الطفلة وأبوها يناديها باسمها. تقل يا عمي يا عم بوي وين يا ابن زمان ما بين علينا، وجهك تغير ذاك وانا يا وعمامي مدانيف وحزين، يا مكن ابيك يا يا يا
يا آيات لينا. بعضهم يقول والله همها على عمها الحسين عليه السلام أكبر من همها على أبيها. لم يبكها يا عدم الوثوق بعمها، يا كلا ولا يلوجد المبرح فيها، لكنها يا تبكي مخافة أنها تبقى يتيمة عمها وأبيها. أخواني، غدا ليلة السبت، يوم السبت ليلة الأحد، يصادف ذكرى شهادة مولاتنا وسيدتنا رقية بنت الإمام الحسين عليهم السلام. القراءة الساعة 8:00 إن شاء الله نفس الوقت، وبعدها مجلس لطم، ثم بركة مولاتنا رقية سلام الله عليها. نتوجه جميعا إلى الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهي مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم اشفي كل مريض، خصوصا من أوصانا بالدعاء، اشفي مرضاهم واقضي حوائجهم، احفظ الإسلام والمسلمين، أيد علماءنا العاملين، اجعل بلاد المؤمنين في أمن وأمان. إخواني الحاضرون احفظهم فردا فردا، إخواني المؤسسون تقبل أعمالهم، وإلى أمواتهم وأموات الحاضرين ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.